معنا عبر الهاتف معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب. معاليكم بعد التحية، نعزيكم بالطبع بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة، وهو لطالما كان يعني رحمه الله حريصا على مد جسور التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ولطالما كان داعما ومساندا للمجلس الوطني بغرفتيه طوال مسيرة ترأسه لمجلس الوزراء، ولسموه أيضا العديد من المواقف التي تؤكد على مبدأ التعاون. ماذا تذكرون معاليكم من هذه المواقف؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي أن أتقدم أولا باسمي وباسم السلطة التشريعية فأحر التعازي وعظيم المواساة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى كافة أفراد العائلة المالكة الكريمة، وإلى شعب مملكة البحرين الوفي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله. لا شك أن رحيل فقيد الوطن أوغل الحزن في قلوب كل من تلمس أبويته الحانية وعطره الكبير ونفسه السمحة وروحه الوقادة بالبذل والعطاء، فقد كان مخلصا لجلالة الملك المفدى وقريبا من الشعب، أفنى حياته لا يركن إلى راحة إلا في الوصول إلى ما يحقق الاستقرار للوطن والمواطنين، فهو بحق رجل دولة من الطراز الأول. بصمات سموه شاهدة على دوره في بناء الوطن ونهضته ووحدته، ما نشهده اليوم من تنمية شاملة في مختلف المجالات ساهم في تأسيسها الأمير الراحل خليفة بن سلمان، وليس لنا أن نختزل أعماله وإنجازاته في هذا الموقف، فهو ذو عطاء كبير وحافل. ونحن في السلطة التشريعية شهدنا فصلا من عطاءات سموه رحمه الله، فكان لجهوده الكريمة الدافع الأساس لتعزيز التعاون المثمر والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكان دعمه يمثل الركن الذي تقف عليه مسيرة التعاون الثنائي نحو نقطة التلاقي للجهود الوطنية، كما كان مجلسه العامر شاهدا على ذلك في لقائه معنا كممثلين للشعب، إذ كنا مأخوذين بعزمه وحرصه الدقيق في الاستماع لكل المطالب والتصورات وإعطاء كل القضايا بتفاصيلها الدقيقة الاهتمام اللامحدود، فكان رحمه الله يوجه لها الوزراء والمسؤولين مباشرة ولا يغض الطرف إلا حين يلتمس أثرها في الواقع. كان وسيبقى رحمه الله مصدرا للإلهام في تعميق القيم الإنسانية والعمل الخيري وصحوة الضمير والإيمان بالإنسان في بناء المجتمعات، حيث ترك سموه للوطن وللعالم دروسا نبيلة ستبقى مناهج رفعة للأجيال الحالية والقادمة. وقد يقل الحديث عن بلوغ وصف شموله وحنكة سموه رحمه الله ونهجه السياسي والدبلوماسي الذي اتسم بالتوازن والعقلانية والحكمة، ونلمس ذلك من خلال علاقاته الطيبة مع كافة القادة والدول ونيله احترام وتقدير الجميع، وحق لكل منطقة وقرية ومدينة في مملكة البحرين وكل فرد صغير كان أم كبير أن يحمل هذا الحزن العميق في رحيل فقيد الوطن الذي تعلمنا منه الكثير، وسنبقى ننهل من سيرته العظيمة نحو مزيد من الإنجاز لوطننا العزيز. إن مملكة البحرين حباها الله سبحانه وتعالى بجلالة الملك وفي سمو ولي العهد برئاسة مجلس الوزراء إلا تأكيدا على استمرار العمل بكل استقرار وانسيابية وبعزم متصل يتسلمه كبير من كبير وعظيم من عظيم، سعيا لمزيد من الإنجازات لأجل الوطن والمواطنين ومستقبل البلاد. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيد الأمة
برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان، وإن لله وإن إليه راجعون. نعم، شكرا لك معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين الرئيسة مجلس النواب، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.